السلام عليكم مجددا على قناة تعلم اللغة الفرنسية. هنكمل على آخر درس في تصريف الأفعال، يعني في التصريف بالنسبة لتصريف الأفعال، وسيرتو الأفعال ديال التخوازيام جروب واللي كينتهيو بـ RE. يعني بعد ما تكلمنا في الدرسين السابقين الأفعال اللي هما دير و فير واللي هما أيضا كينتهيو بـ RE، فالدرس هذا غادي نتكلمو على الفعل او الفيرب ميتر ولي كومبوزي ديالو، يعني الافعال المركبة يعني الفعل ميتر اللي هو ايضا كما قلنا كينتهي بار او، واللي هو ايضا الافعال اللي كتستعمل بزاف في اللغة الفرنسية، لذلك انني اخترته على غرار الافعال السابقة اللي هما ايضا 30 فعل الأكثر استعمالا والأكثر شيوعا في اللغة الفرنسية. نفوتو نشوفو تصريف فعل ماتر وسيرتو في الانديكاتيف. نبداو بالأزمنة البسيطة، عندنا في البريزون جو مي تي مي إل و إل مي نو ميتان فو ميتي إل و إل مات. يعني باللون الاخضر كما كتلاحظوا داك لي تيرمينيزو هما اللي كيتغيروا لنا مع تغير الازمنه ولي مود. نفوتو نشوفو لامبارفي جو ميتي تي ميتي ال و ال ميتي نو ميسيون و ميتي ال و ال ميتي. نفوتو نشوفو الباسي سامبل جو مي تي مي ال و ال مي، وغادي نمشيو بنفس الطريقه يعني باش ما نطولش لا فيديو. يمكن لكم تحبسوا لا فيديو وتنوطيو وتسجلوا سيرتو لي تيرمينيزون ديال الفعل اللي باللون الاخضر، يعني هما اللي كيتغيروا، ومن بعد تكملوا لا فيديو. نشوفوا الفيتير سامبل جو ميتري تي ميترا ايل و ايل ميترا نو ميترون، وقس على ذلك يعني نمشيو بنفس الطريقه. نفوتو ونشوفو الأزمنة المركبة ديال الانديكاتيف. كما قلنا في الفيديوهات السابقة قلنا بزاف، يعني أكرر هذه المعلومة إلا إذا كان شي واحد أول مرة غادي يتفرج وتلاقى مع هذا الفيديو. يعني الأزمنة المركبة كتركب لنا من لوكسيلير افوار او لا اتر زائد البارتيسيباسي ديال الفيرب كونجيكي. يعني هنا كنموذج عندنا ميتر هو الفيرب كونجيكي. نشوفو مثال في الباسي كومبوزي، عندنا جي مي تيا مي الى مي، يعني نمشي بنفس الطريقة، يعني نصرفو الفيرب افوار اللي هو اوكسيلير وزيدو عليه البارتيسيباسي ديال الميتر اللي هو مي، يعني البارتيسيباسي ديالو هو مي كينتهي ب اي اس. ويمشيو بنفس الطريقه كذلك في الازمنه المركبه الاخرى اللي هما البليس كو بارفي والباسي اونتيريور والفيتير اونتيريور. نفوتو نشوفو الدوزيام مود اللي هو السيبجونكتيف. نبداو بالازمنه البسيطه او لي تون سامبل، عندنا بريزون كو جو ميت كو تي ميت كيل أو لا كيل مات. ومشي بنفس الطريقة، نشوف لا بارفي كو جو ميس كو تي ميس كيل أو كيل مي. ومشي كذلك بنفس الطريقة، يعني باش ما نطولش لا فيديو عليكم. وكما سبق كذلك قلنا ان السبجونكتيف ديما كيبدا بكو، يعني ضروري كنديرو كو قبل ما من الفيرب السيجي. نفوتو ونشوفو الأزمنة المركبة ديال السبجونكتيف كذلك بحال الانديكاتيف، يعني كيكون عندنا غير لوكسيليير زائد بارتيسيباسي ديال الفيرب كونجيكي، سواء في السبجونكتيف باسي سواء في البريسكو بارفي. نفوتو نشوفو تخوازيام مود اللي هو الكونديسيونيل. الكونديسيونيل بريزون عندنا جو ميتري تي ميتري إل و إل ميتري نو ميتريون وقس على ذلك، يعني بنفس الطريقة.
نشوفوا الازمنه المركبه، عندنا كونديسيون باسي بروميير فورم و دوزيام فورم. دوزيام فورم ما كنستعملوهاش بزاف، و كيما قلنا هي البليسكوب بارفي ديال سيبجونكتيف. يعني رجعنا نشوفوا البليسكوب بارفي ديال سيبجونكتيف، كنحيدو له كو داك كو اللي عنده كنحيدوها، يعني باش تجينا ساهله الحفاظه. كونديسيوني باسي بروميير فورم كتمشي على غرار الازمنه المركبه ديال الانديكاتيف وديال سيبجونكتيف، يعني كيكون لوكسيليير زائد البارتيسيب باسي ديال الفيرب كونجيغي. يعني غير لوكسيليير كنصرفوه في نفس المود وفي نفس الطون. يعني بحال هكا عندنا الا درنا افوار هنا، يعني خصو يكون في كونديسيونيل، وهذا الشيء تكلمنا عليه في الدروس الاولى، يعني اللي كانوا كاساسيات في الكونجيغيزون. نفوتو نشوفو الكاتريام مود اللي هو الامبيراتيف، عندنا مي ميتون ايميتي. دابا سانكيام مود اللي هو البارتيسيب باسي، اللي هو البارتيسيب في البارتيسيب باسي و البارتيسيب بريزون، او لا اسم الفاعل و اسم المفعول. عندنا في اسم الفاعل اللي هو البارتيسيب بريزون ميتون كينتهي ب ان تي، و البارتيسيب باسي مي كينتهي ب اي اس، هو اللي استعملنا في الازمنه المركبه هو البارتيسيب باسي هذا. يعني لذلك خصنا في الازمنه المركبه ديما نكونوا حافظين لوكسيليير افوار و اتر و البارتيسيب باسي باش كينتهي، يعني تيرمينيزو البارتيسيب باسي ديال الفعل. وبهذا كنكون وصلنا نهاية الفيديو بعد ما تكلمنا على الكونجيغيزو و التصريف ديال الفعل متر، اللي هو ايضا كينتمي للمجموعة الثالثة او التخوازيام جروب، وبالضبط الافعال اللي كينتهي ب ار او. يعني وغادي نكونو وصلنا لاخر حلقة ديال تصريف الافعال، يعني ما كملناش الكونجيغيزو لكن غير في التصريف ديال الافعال، يعني ما غاديش نزيدو نصرفو افعال، يعني هادو هما اللي واضحين وباينين، لا في برومي جروب لا دوزيام جروب لا تخوازيام جروب. في الدرس القادم يكون هو اخر حلقة ديال الكونجيغيزو، وغادي نتكلمو فيه على لي كاب بارتيكيلي و لي فورماسيون و لي تيرمينيزو اللي هما ايريغيلي، يعني كاع داك الكواليس كما كنقولو ديال الكونجيغيزو، و داك لي بييج غادي نتكلمو عليهم في الحلقة القادمة باش نكملو مع الكونجيغيزو. ونتمنى تكونوا استفدتو، وما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل الفائدة، واللي مازال ما تابوناي تابونا ويدق الجرس باش يوصلو جديد الفيديوهات. ومع السلامة.